الحلقة دي تعالوا نجاوب على أكتر سؤال بيتكرر، إيه الفرق بين الجواز اليومية والجواز الأسبوعي؟ دي جواز يومية ودي جواز أسبوعي؟ تمام؟ لا استنى، الجواز اليومية اسمها الجندي المجهول وقيمتها 500 جنيه، شرطها الوحيد إنك تلعب في الدولة بس كده، وهنختار واحد يكسب فيها كل يوم، في تريكاية في الفيديو اللي فات خد بالك منها عشان. طب الجائزة الأسبوعية بقى هي جائزة بتبدأ يوم الأحد وبتخلص يوم الأحد من الأسبوع اللي بعده. ده إيه الشغل اللي بيخلص في ساعتها ده؟ طب هبسطها لك، بدل ما هي كانت بتخلص يوم السبت الساعة 12 بقت تخلص يوم الأحد الساعة 2 الصبح قبل السحور على طول، بس كده. ولو عايز تعرف أي تفاصيل أكتر تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولو عندك أي سؤال ابعته لنا وهنرد عليه.